thank mm -hmm. you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو ما تنساش أنك تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس هكذا باش توصلوا بكل جديد ولا تنسوا دعم مقطع الفيديو بزر لايك مرحبا بكم في حلقة رقم اثنين في الموسم الجديد من قناة ابن العرب المهم في هذه الحلقة راح جمعت لكم ثلاث أشياء اللي راح نعطي رأيي فيها أو راح ننتقدها واحد الحاجه اللي راح ننتقدها هي قديمه شوي ولكن انا توقفت عند هذيك الحاجه راح ننتقدها وزوج اعمال راهي جديده في الساحه الفنيه اول عمل راح ننتقده هو اغنيه محمد بن شنات محمد بن شنات هو فنان جزائري ابن هواري بن شنات اللي غنى اغنيه شهره المسلسل البذره البذرة اكيد مسلسل البذرة تعرفوه واغنية البذرة تعرفوها هالي هو لي بن شنات ربي الرحمه ان شاء الله يا رب عنده اغاني نظيفة اغاني ما شاء الله كلمات صوت كاريزما توزيع لحن كل شيء ما شاء الله كان عنده يعني هو اسد وعنده شبل اللي هو محمد بن شنات اللي عنده صوت ما شاء الله جمال كاريزما كل شيء ولكن بعض اغانيه دون المستوى وتحت الصفر كما الاغنيه الصيف والبحر اللي نزلها كارثه 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 انحطاط 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 اخلاقي فني لانه الفن اخلاق انا ما شفت حتى اخلاق ما حتى عمل ما ش... يعني مهزله 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 كارثيه جدا وال والشيء المزعج في هذا الامر والشيء المزعج في هذا الامر انه توندونس نمبر وان يعني راه رقم واحد في مرتبه المحتوى الرائج يعني في قائمه توندونس او اكسبلور او كل واحد كيفاش يسمي هذيك الخانة الموجودة على اليوتيوب المهم هو اللي باش نزل كليب فيديو تحت عنوان الصيف والبحر وهذا العنو وهذا الكليب يعني الاغنية فيها اربع كلمات يتعاودوا اربع كلمات يتعاودوا هذا ما كان واللحن ما كانش كامل والتوزيع كارثة توزيع عشوائي وكيجينا جينا الاخراج على الكليب يعني خونا المخرج ما على باليش آه راح عقله آه مشربش دواه الله اعلم يعني آه حبيبتي نديها للبحر نديها للغابه لافوري حبيبتي كتا يعني كلمات ما يهمنيش اي كلمات ولكن على الاقل يكون هناك تناسق تكون هناك قافيه لحن يعني باش تكتب اغنيه هناك معايير وهم ما محترموش هذه المعايير في كتابه الاغنيه وكي للاخراج هردوا جد باباها كيما الاخراج يعني هو واحد الموديل يعني وهو احد عارضات الازياء اللي شاركوه الكليب و... جاب شباب واحد اخرين يعني في لابيسين منا وكذا اه حكم طوموبيل بالتراكس هكذا من الفوق يعني واحد التصوير كارثي ما احترموش زوايا التصوير يعني لو كان تروحوا تشوفوه تشبعو ضحك كارثة 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 جدا المهم هذا هو الشيء ونقول لكم عمل صفر ودون المستوى يعني ما جبنيش اطلاقا لك صورة لك صورة لك إخراج لك تصوير لك كلمات لك تلحين يعني دون المستوى ونروح تاني لأغنية هشام السماتي هشام السماتي نزل أغنية والله ما فهمتش عنوانها كيفش مندقدقها ولا المهم ما فهمتش صراحة العنوان أما نروح لهشام السماتي كعازف بيانو مع الوقت ربي اعطاه قبول كبير وعطاه شهرة خاصة في توزيع الأغنية الراوياوية حيث تشهر مع فنانين الكباريهات اللي يغنيوا في الملاهي من بينهم الشاب سعاد حيث دار بزاف كليبات مع الشاب سعاد وديوهات ومنهم ديو حبك راه في خاطر اللي تصور في مدينة بيجايا تحديدا في تيشي في أحد الشاتوهات تماك يعني أكيد هذه الأغنية نالت أكثر من 200 مليون فيوز على منصة اليوتيوب عبر قناته الرسمية وفي هذا اليوم يعني نزل أغنية ونزل كليب الكليب رائع جدا من حيث الكلمات من حيث اللحن تحس وكأنك يعني كان يغني بالجزائري بلهجة الجزائرية يعني عربي جزائري ولكن اللحن كأنه هندي مع بلش اللحن تاعه ولا مقتبس من احد الاغاني الهنديه لانه والله لما كنت نسمعها كنت نحس روحي نسمع في اغنيه هنديه خاصه الاخراج يعني دار اخراج جاب ان موديل ولكن اللي جابها يعني هو يبان كشكله هكذا يبان عنده الفورمه كان على الاقل يجيبها كطفله صغيره باش تعطي حلاوه لل هكذا يعني يجيب وحده صغيره هكذا باش تعطي حلاوه للكليب ولكن هو جاب وحده تبان كبيره عليه ولا مع احتراماتي لها اكيد وهذه حريتهم شخصيه ولا المخرج ويعني هذا الكلام نوجهه للمخرج يعني على الاقل لازم تجيب وحده تناسب كاريزما الفنان ما نهدرش فقط على هشام يعني اي مخرج قبل ما يجيب موديل سواء الرجل ولا المراه يعني مانكا باه تمثل مع الفنان لازم او عارض باه يمثل مع الفنان لازم يكون هناك تناسق وهناك جمال باش تخرج صوره شابه حتى كان طريقه الرقصات والحركات ولي جود والتصوير والاخراج يعني يعني جد رائعه وكاننا في كليب او اغنيه من مسلسل هندي سواء من كلمات رائعه لحن رائع اخراج تصوير يعني عمل بمنتهى الدقه والجودة وهذا الشيء اللي معروف عليه هشام السناتي ونوجه له تحية ونقول له ربي يوفقك ان شاء الله يا رب وهذه هي وايضا هذا العمل او هذا الكليب تلقى آه رواج كبير وتعليقات جد رائعة وحيث انه دخل مرتبة آه في يعني دخل صفحة محتويات الرائجة المرتبة الثالثة وهذه هي اما في اخر شيء راح نتحدث عليه هو راح نكمل في آه انتقاد إطلالات الفنانة الجزائرية سهيلة بالشهب اللي أنا تحبست عند الملح في الشاوية الظروف وأسباب أنا كنت على بالي راح ندير هذا الحصص يعني ربما فيديوهين في النهار ولا تلاتة بهذا المونتاج الخفيف شوية يعني اتمنى يكون ان شاء الله عجبكم. يعني راني بديت ولا راح نكمل الان بعد الملح الفشوية جينا للكراكو الجزائري والكراكو الجزائري اللي لبساتو سهيله بالشهب يعني كراكو جد رائع عنده كمام ماشي ماشي دي ميمونش المهم عنده كمام مختارته باللون الاخضر مع جيب يعني كاين ناس يقولوا سروال هذاك ماشي سروال اللي لانه على بالنا انه الكراكو يا سروال الشلقه ولا سروال مدور ولا جيب بزاف ناس ما يعرفوش انه ولكن التقليدي الكاراكو تقليدي ماشي سروال التقليدي كيما اللي لبستو سهيلة تاع الجوب كيما لبستها اختارت اللون الاخضر يعني المصمم اللي اسمه حسن مرائع وهذيك الخضراء اللي لبستها مرصعة بهذوك الخيوط البيضاء جد رائعة وهذاك خيط الروح المدير بال نسيت واش اسمه هذاك الحجر بالجوهر أيوة دات لا خيط الروح بالجوهر يعني مش أي خيط روح بالفضة ولا دات الجوهر الأبيض يعني جاها روعة فنة ونجيو الميك أب اللي عملته يعني اللي عملها الميك أب أيضا الميك أب رائع جدا كل ميك أب اللي فاتوا على سهيلة بالشهب خرجوها غير على غير تاع الملح الشوية ما عجبنيش شوية هو والإكسسوارات ولكن خرجت رائعة ديما سهيلة هي اللي تحلي اللباس اللي تلبسو ونشكروها لأنها سفيرة اللباس التقليدي الجزائري وهذا الشيء ونشكروا ايضا وزاره الثقافه الجزائريه لانها أخذت صور سهيله بالشهب واستعملتهم بوستر كبوستر لايام التراث الجزائري في شهر اوت ان شاء الله اظن ان دو تروا واحد اثنين ثلاثه اوت الشهر الجاري اللي رانا فيه وايضا تصريحات الشعر اللي اعتمدتها سهيله بلشهب في الكاريكو الجزائري تصريحات رائعه وعصريه يعني حتى كما قلت لكم ونعاود نقول لكم أه التصميمات اللي لبستهم سهيلة والتسليحات الشعر اللي دارتهم تقدروا عرائس ان شاء الله 2021 ولكن تنتهي هذا البواء يقدروا يستعملوهم كقدوة ولا كتصميم ولا كمثال ليهم يعني هذا منبر بزاف شفت بزاف صفحات وجروبات في الفيسبوك تاع الجمال كاين بزاف حتى حلقات أه اخذوا صور سهيله بالشهب وقالوا اللي تحب هذا لاكواف احنا رانا نديروها وشفت بزاف ميكابارتيست ولا ميكاب أه تاع العرائس يعني حلاقات العرائس يقولوا حتى هذه النوعيه من الميك اب راه متوفر عندنا ونقدروا نديروه يعني شيء رائع ان نشوف سهيله بالشهب سفيره اللباس التقليدي الجزائري في الدول العربيه قدوه لناس وحد اخرين يعني شوفوا كيما الخياطات حتى الخياطات العاديه يعني ما نهدروش على المصممين يعني الخياطات تاع العرايس ولا تاع النساء ولا خذوا هذوك دي موديل باش يخيطوهم العرايس وحتى الميك اب يعني وهذه هي راح الان راح ننتقل لحاجه واحده اخرى نعطي راينا فيها وان شاء الله راح نختموا حلقه اليوم وحنكمل معانا سلسلة الانتقادات واليوم جبت لكم يعني حنتكلم عن ألبوم إليسا ألبوم إليسا صاحبة رأي يلي فيه كتير أغاني بنحب الدنيا أه شبه نسيتك مباحة ليك وكتير كتير الألبوم متكون من أكثر من 16 غنية وهذا الألبوم يعني حلو جدا كل أغنية أحلى من الثانية يعني أنا في الحقيقة ما بقدرش إني أعطي لكم آه نقد او تفصيل آه نقد تفصيلي او نقد مفصل على هذا الالبوم لان كل اغنيه لازم لا اني اسمعها مره مرتين ثلاث مرات على الاقل باليوم واكتب واحده واحده واعملكم ياها يعني بالترتيب من الغنيه نمبر 1 للنمبر حتى اخر غنيه ضعيفة بالالبوم اكيد ما فيش غنية ضعيفة او غنية حلوة غنية مش حلوة لا اكيد ما فيش هذا يعني قصدي يعني اكيد في وحدة بتستاهل تكون ملكة الالبوم والتانية والتالتة يعني حرتب لكم ياها حسب ما حسيتون وحسب ما عجبون اكيد كل واحد عنده إلو رأيه الخاص اول شي بنقوله الف مبروك لملكة الاحساس اللي بنقولها الف مبروك على الالبوم الجديد صاحبة رأي وكل الاغاني حلوة وكمان هي عملت غنية واحدة غنتها غنيتها بالفرنساوي أكيد عملتها قالت هيدي تكريم لإلي قالت أكيد عم بتكرم بكتير جوائز في كل سنة جوائز عربية قالت بس الواحد لازم يكرم نفسه إلي سألت لازم كرم نفسي وكرم عشرين سنة عمل ومجهود عم بعطي للفن وعم بعطي للوطن العربي هي كرمت نفسها بانها تغني هيدي الغنيه لنفسها وبالفرنساوي كمان هي باللهجه الفرنسيه وكنقولوا لها الف مبروك وان شاء الله عيدك مبارك وكل عام وانت بألف خير وهيدي هي انتظروني بكره ان شاء الله في برنامج صباحيات مع ابن العرب لنشوفوا اخبار جديده ونشوفوا أشياء جديدة وانتقادات جديدة واقترحوا لي مواضيع أو عناوين بدكن يعني إني أحكي عليها تحت بالتعليقات في آخر الفيديو بشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وبقولكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.